حابب ان انا احيي كل السادة الزملاء، السادة النقباء، السادة الحضور. يعني اسكندرية عانت على مدار 10 سنوات سابقة من اهمال واهدار للاموال. النادي كان كل سنة يتحط فيه حجر اساس ويتعمل احتفالات على وضع حجر الاساس، لدرجة ان النادي ده اتوضع فيه حجر اساس اكتر من 4 مرات. للأسف الشديد كنت الزملاء بتسألني بتقول لي وانت ليه ما بتحضرش وضع حجر الاساس وانت عضو نقابة عامة؟ كنت بقول لهم دايما انا لو حضرت وضع حجر الاساس وانا متأكد ان النادي مش هيتعمل، اكيد كل يوم هتقابلوني في المحكمة وتسألوني تقولوا لي انت النادي عملتوه امتى؟ خلصتوه ازاي؟ فانا كنت على يقين ان النادي مش هيتعمل، لان كان في اصرار من النقابة العامة ومن النقيب الاسبق على عدم عمل النادي، لدرجة ان احنا في كل مرة وفي قبل كل انتخابات يقول طيب انا عشان اخد اصوات اسكندرية اعمل ايه؟ اقول له تعمل النادي. تيجي الانتخابات البلد عادها يقول لي انا عشان اخد اصوات اسكندرية اعمل ايه؟ اقول له تعمل النادي. للأسف الشديد وعد مرة واثنين وثلاثة، وللأسف الشديد اخلف. لما جاء النقيب عبد الحليم علام مسك، احنا كلنا كنا عندنا يقين ان الاستاذ عبد الحليم علام هيكمل مسيرة انجازات بدأت في النادي عام 2009. يمكن استلمنا برضو النادي 2009 وكان سيء جدا. على مدار سنة واحدة النقيب العام الأستاذ عبد الحليم علام ومجلسه الموقر قدر ان هو استطاع ان هو يقوم بالدور الناجح وتحقق على أيديه خلال السنتين افتتاح للنادي، لكن للأسف الشديد برضو تم إغلاق النادي عام 2011، وحضراتكم كلكم عارفين هذا التاريخ. من 2011 لغاية 2020 واحنا بنعاني ان النادي اتفتح، وللأسف الشديد لم نستطيع ان نفتح النادي برغم اصرارنا على ان كل نقيب يمسك النقابة نحاول معاه ان هو يقوم بدوره ويؤدي طلبات المحامين، لكن للأسف الشديد الحقيقة الانجازات اللي عملها الاستاذ عبد الحليم علام مشهودة للعيان. النادي كل محامين اسكندرية عارفاه قبل وبعد، يعني انا حتى وهم بيشغلوا الفيديو انا كنت بقول لهم المحامين حضرة انتخابات النقابة العامة هنا وحضرة انتخابات النقابة الفرعية هنا، والمحامين عارفة كل طوبة في النادي وعارفة مين اللي عمل النادي. اللي عمل النادي الأستاذ عبد الحليم علام، مش حد غيره. وأي حد أي حد أي حد حتى لو أنا شخصيا قلت لكم أنا عملت النادي أبقى كداب. حقيقة وواقع الأستاذ عبد الحليم علام أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم كان بيصحى الساعة 9 الصبح يجي على النادي. أنا أتذكر واحنا في انتخابات النقابة العامة في انتخابات النقيب العام كنا يوم 10/8 والانتخابات فاضل عليها 23 يوم، واقول له يا نقيب عايزين نلف في المحافظات، عايزين نتحرك في المحافظات عشان الانتخابات، الانتخابات مش في نادي جليم. يقول لي لو ما حققتش الوعد اللي عملته في نادي جليم يبقى انا لا اصلح ان اكون نقيب عام. حاول جاهدا حاول جاهدا، ويشهد مجلس نقابة المحامين بالاسكندرية على ذلك ان هو كان اكثر الناس اصرارا على ذلك، لدرجة ان هو كان بيوزع الادوار علينا. ويمكن الاستاذ محمد ابراهيم قال ان اللي بيشتغل مع النقيب عبد الحليم علام بيتعب، هو فعلا بيتعب، لكن لما تتعب مع حد محترم وايده نظيفة يبقى انت حاسس ان تعبك مش هيروح على الارض. اشكركم واتمنى يا رب نحافظ على النادي بيتنا ونحافظ على وحدتنا، وحدة نقابة المحامين بالاسكندرية. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.